استشهدت انا ومتت، شو بتعملي انت؟ قلت لها انا بموت وراكي، اهلي تقول هيك. شفت شخص، طبعا شفته لمجرد لحظة صغيرة، أنا وصلت لجنبه عم فجر حاله هو. للطفل حق في تلقي التعليم على أساس تكافؤ الفرص، ويجب أن تتاح له فرصة كاملة للعب واللهو، وعلى المجتمع والسلطات العامة السعي لتيسير التمتع بهذا الحق. يجب أن يكون في جميع الظروف بين أوائل المتمتعين بالحماية والإغاثة. يجب أن يحاط الطفل بالحماية من جميع الممارسات التي قد تدفع إلى التمييز العنصري أو الديني أو أي شكل آخر من أشكال التمييز، ويجب أن يتمتع بالحماية من جميع صور الأهمال والقسوة والاستغلال. هكذا تقول شرعة حقوق الطفل الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة والموقعة من 191 دولة. هكذا تقول الشرعة، ولكن في الحروب تنتهك الأعراض والكرامات، تسقط القيم الأخلاقية والإنسانية، ويدمر الإرث الحضاري والثقافي. في الحروب أيضا يغض العالم النظر عن الانتهاكات وعن الشرائع الموقعة، ولكن يأتي حدث واحد ليحتل المشهد بأكمله. تأتي جريمة واحدة لتطرح أسئلة لا تحتاج إلى أجوبة. تأتي فظاعة بحجم مجزرة أطفال لتسقط الأقنعة عن مجتمع يسمى دولي اكتفى بالإدانة والشجب والاستنكار، فيما الصغير والكبير يدرك أن من بين الدول الموقعة على شرائع الأمم المتحدة دول ترعى الإرهاب في سوريا، دول تدرب وتمول مجموعات قد تكون إحداها قد نفذت الاعتداءين الإرهابيين في عكرمة، لكن أطفال هذه المدارس مدارس لا ينتظرون انتقاما من أحد، هم فقط يقولون من هنا من أمام مدارسهم عائدون إلى مدرستنا. أنا عادة يعني الصبح في أبلاب شي ساعة تقريبا من الساعة بحضر لها ثيابة، بتعود هيك يعني، وبفيقها بحكي أنا وياها، حضرت دروسي كذا، بلبسها بتكون ما فائت بتمشطها. بليل تعمت لها لأمها ما نحبر على المدرسة، قالت لها لا روح يا بابا.
بدي على المدرسة الصبح أنا بكير، بعد الظهر زحمة سيارات ما بقدر أروح، يعني بيجيب أخوها أو أمها بليلتها، يعني هي بتنزل بتبوسني اللي الله معك بابا. هتيك الليلة ما دارت خدة، ما ودعت، ما خلتني بوسة. ساندرا كانت رفيقتي بمعنى الكلمة، اجت بينه وبين اخوها 11 سنة، اخوها شاب 19 سنة عمره، الله يرحمه. ساندرا كانت قالت لي من الاحد انه ماما الاربعاء عطي، انا ما بدي اروح. قلت لما بصير الكذب رح اتصل باداره المدرسه واسالها. يوم التنين اجت قصت البنطلون تبع المدرسه مشان ما تروح. جيت المساء اخذتها واشتريت البنطلون، صارت عم تبكي كثير. قالت لي يوم التنين بعد ما اشتريت له البنطلون انه ليش ما نكون حاسين فيني؟ قلت لها ليش شو فيكي؟ قلي لي. قالت لي هيك فيني شيء ما فيني احكي، بس قلي لي اذا استشهدت أنا أو متت شو بتعملي أنت؟ قلت لها أنا بموت وراك. قالت لي تقول هيك. يوم الأربعاء صار 7:15 لأول مرة بتتأخر، أنا بالعادة في بلاقيها لابسي، فتح الغرفة عم تبكي. لك ليش يا ماما بدك تروحي؟ قالت لي ما بدي أروح. يا أما إذا رحت لبسيني جاكيت، أنا برتعني كثير يا ماما، بدي دفع. يمكن هي كانت عرفاني أو حاسة قلبها إنه بدها تستشف مع رفقاتها، بجوز كان دفاها. راحت قالت لي وين نازلة الباب ماما؟ قلت لها شو؟ قالت لي دعي لي. قلت لها الله يحميك يا عمر روحي. ساندرا فرحة عمري، ساندرا كانت عطيتني القوة انا وابوها. كنا بالبيت ونحن عم نشتغل انا وياها كلنا مشان ساندرا، هي شغلتنا، عملت لنا حركة بالبيت حتى بالشرامة حركة. لما رحت على التفجير الأول كانوا أطفال عكرمة المحدثي، أنا صرت أضرب أهالي إنه شو هذا؟ إنه ما ندرياني إنه بنتي إسا ما صارت الانتحار ينفجرها. هدوني العالم فكروا إنه لي حدا من الاطفال، بس انا ما لي حدا. كان ساعتها هي ما كانت اصلا مستشهدي ولا كان صاير التفجير الثاني. هدوني العالم وفوتوني قعدوني. بعدين رحت انا شفت على المدرسه تبعيتها صار التفجير الثاني. رحت ما لقيتها بصفها، قالت لي لانسي انا ما طالعتها، طالعة لحالها هي قافلة عنا لانسي وطالعة لحالها على قدرها، رايحة لعند اخوها من خوفها. رحت على المشفى فتشت كل الجثث، كل الأطفال محرومين شفتهم جسي جسي، ما خلصت تصوري إنه أم عم تشوف الأطفال المحرومين والأشلاء لحتى تلاقي بنتها. آخر ما لقيت الحق على آلي عرفتها من البوطة، قالوا لي مو يطلوني. لما كشفتها طلعت هي ما في أشياء عمرها. رقدت امها على المشفى وانا عم بدور على سومر ابني كمان راح يجيب اخته. صار بدنا نعرف اخوه. بالاخير عرفنا انه كمان ساعفينه على مشفى الاهلي. الحمد لله رب العالمين، مصاب كبير. مصاب لكل الناس، كلهم اولادنا، اطفال. الحمد لله رب العالمين. الله يشفي لي هلا سومر بشفاعة أرواح الأطفال كلياتهم، يشفي لي إياه ويقوم بسلام. سومر بطل، سومر حمى 3 أطفال بجسده، أنقذ 3 أطفال حطهم بحضنه. هاي الصورة رايحين ننتخب استخارة رئاسي، أصرت تروح بدها تنتخب.
قلت انا بدي انتخب وطن. قالت لي وانا بدي انتخب وطن. انتخبت الوطن وظل الوطن وراحت في الوطن سايد. صدقا وبشرفي لأنه طفل. أنا هذا اللي فجر حاله. إذا بشوف ابنه ما فيني أعمل له شيء غير أقدم له وردة لأنه الطفل المقدس بكل نوعيات الطفل مقدس. شو هالإجرام شو هالحقد. طفل ملاك طالع من مدرسته مستنظر يروح بده ياكل بده. ثقافتنا ما تسمح لنا نعمل مثل نحن. الحمد لله رب العالمين. حابب اللغه الانجليزيه كثير. قلت له طيب ليش؟ قلت له لانه عدونا بيحكي اجنبي بدنا نفهم شو بدنا نرد عليه بالمستقبل. انا بدي صير افهم اللغه تبعه. مين بفكر هيك؟ طفل عم يقول لك بدي اتعلم لغتهم. طفل هي بدي اتعلم لغتهم مشان ترد عليهم. عيد ميلادها شهر انا بدي اعمل عيد ميلاد. بدي اعمل عيد ميلاد واعزم كل رفقاتها. اسمي دلع المصطفى. بدي اضل ادرس وتابع دراستي ما رح خاف من حدا. راحت ماما هي والبابا بدهم يجيبوني. ماما جابتني واجت وراحت بدها تعيط للبابا. شاف رفيقتي. وقت شاف رفيقتي هي رفيقتي علقت عليه بدي اجي معك عمو. هو جايين هي وياه لما ما فيهم شيء. قامت قالت له بدي ارجع اجيب اخي صف الاول. رجع يجيب اخوه واخوه هو بالبيت. صار التفجير الثاني وقتها كان البابا جنبه هذا تبع التفجير. كان يوم عطلتي انا وعم بستعد للعيد انا وزوجتي واولادي. سمعنا انفجار ببيتي هون بالمدرسه اللي فيها بنتي. رقدت انا بدي اشوف بنتي ورقدت الاهالي على المدرسه. لقينا ناس عم ترقد وخيفاني ومرعوبي من أثر الانفجار. قالوا لنا إنه عبوي ناس فيه. ردينا عرفنا إنه تحت سيارة عبوي ناس فيه. أنا طلعت ما لقيت بنتي. كانت الناس كتير الأطفال مرعوبين وخيفانين. لما كنت نازل من على درج المدرسة شافتني رفيقة بنتي اسمها سيدرا. قالت لي عمو خدني معك. أخذت معي السيدرة جبتها معي. لما شفت زوجتي قالت لي إنه دلع بنتي صارت بالبيت. إجيت أنا بدي أجيب سيدرة. سيدرة قالت لي عمو أنا عندي أخي صف أول بالمدرسة. رجعت أنا بدي أجيب أنا وسيدرة أخوه اللي بصف الأول. شفت شخص. طبعا شفته لمجرد لحظة صغيرة. لابس جعبي ما بعرف شو شكله اسود. انا وصلت لجنبه قام فجر حاله هو. انا كنت واعي كنت بدي احافظ على البنت اللي معي قدر ما استطاع لانه البنت حسيتها انها مسؤول انا منها. طرت انا وياها وقعنا بالارض. صار ينزل الدم انا من راسي ومن ايدي ومن رجلي وما عاد طصيت انا بس صرت انا اخذ هواء عميق اشعر انه ما هذا الهواء. انا فكرت حالي اني انا ميت.
صرت اخذ نفس عميق، ما عاد اعرف شو بدي ساوي. لطلعت من الانفجار لقيت زوجتي اخذوا مني البنت. انا ما عاد اتذكر غير انه شفت اولاد كثير بالارض، كثير 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 اولاد نصابي، وبنتي انا بنتي بالبيت. بس انا خفت على رفيقتي كثير، ورحت على المستشفى قالوا لي حروق وعيني وإدني هاي ما عاد سمعت فيها، والحمد لله رب العالمين. كيف تأكدت من الانتحار انه هو نفس الانتحار؟ لانه هو انا كنت اقرب الناس له، اقرب الناس له. انا شفته كان ما طبيعي، للحظة ما كان طبيعي ابنه، لانه الناس اللي عم تجي الى ناس تاخذها اولادها او مثلا اولاد اخوها اولاد اختها، هو الوحيد اللي شعرت انه هذا ما عنده حدا ياخذه واعي. هلا انا قبل بلحظات كان في حادث على باب المدرسه، انه هو كان عم يحاول يدخل على المدرسه، عرفتي؟ ما خلوه يدخل على المدرسه الأهالي يعني، طبعا ما خلوا، ما لأنه بيعرفوا انفجاري، بس ما بدهم يخلوا حدا يدخل على المدرسة. بس هو كان هدفه يدخل على المدرسة. كان لابس بنطلون جيش، كنزي سودي نصكم، وجعبي جعبي سودي. تقدر تقدر عمره تقريبا؟ ما أكثر من 20 سنة. تروحي انت على المدرسه الاحد؟ الحمد لله زرحنا احسن. ستي مبسوطه؟ ما كثير؟ والله ولا انا مبسوط كثير، بس الحمد لله رب العالمين. ليش مش مبسوطة؟ لأنه بدي أرجع على مدرستي وعلى صفي، بدي ألاقي كل بعد ناقصين. كيف بدها ترجع على المدرسة إذا ما لقيت رفقاتها؟ يعني كثير لحظات بشعة، وركضت بقى على المدرسة. كان كثير عماتها ستة كله يعني عم ندور على مريم. فتنا على المدرسة في أطفال حابسينهم جوا إنه بشان أمان، وما أهليهم ما إجوا صغار. دورت على مريم ما لقيتها. دخلت على الزعيم، كانت عمتها واقفة على الباب عم تقلي ما في مريم، مدورة بين الميتين وبين الأحياء ما شافت مريم. أنا إحساسي قال لي إنه مريم هون. نزلت مرتين على المشرحة، نزلت مرتين، درت على كل الأولاد يعني، حتى اخر شيء صرت شوف مناظر كنت خاف اني اشوفها بالتلفزيون، اشلاء اطفال، مناظر بشعة على وجوه لروس. شفتها وانا عم دور على بنتي، يعني صرت اخر شيء ممكن انه بتكون بنتي معاهم، بدي ادور على شيء اثر لها. بس احساسي هي اطلع وانزل على الدرج، يعني انه في بنتي هون موجوده بهالمحل بهالزاويه. صرت اصرخ بصوت كثير عالي، يعني يمكن صوتي كان اعلى صوت بالمشفى، عم عيط مريم. يعني حسيت انه لازم تسمعني، لازم تجاوبني،
ما انا يعني موجوده بس ماني عم شوفها. اخر شيء في مستخدمه بالمشفى قالت لي في طفله عم تعيط يا ماما. انا الاطفال اللي كنت مرق عليهم كلهم ميتين، يعني حاطينهم هيك جنب بعض، اطفال كلياتهم مستشهدين. رجعت على الاطفال نفسهم انه انا مرق على هي الكومه، لقيت بنتي فايقه وبحاله كثير كانت سيئه وعم تعيط ماما. عرفتيها بلحظتها؟ لا للاسف ما عرفت بنتي. انا هذا اللي هلا حاسس بنفسي انه للحظات انا ما شفت بنتي وما عرفتها، يعني لحظتها كانت كثير شكلها مغير علي، بس وقت اللي نادت لي ماما وضميتها وعرفتها من بوطه، لانه الاطفال كلهم بس يدخلوا على المدرسه نفس الشكل، مرايل كحلي وبناطلين كحلي، عرفتها من بوطه ولميتها. وقت طلعت فيها على الدرج كان كثير قريبه مني، يعني حتى اخي وقت المسكه من ايدي ما بدي حدا يشيلها وينقلها ويسعفها. كانت لحظات كثير كثير مؤلمه، يعني ما بعرف نقول تتذكر وما تنعاد. بس إصابتها بالأول ما كنت عرفانة شيء، كنت بس شايفة وشها أنه كتير كبير مرم وشعرها كان فيه محروق يعني كلياته. هلا أسا في بقايا حروقات بشعراتها وراح منهم شوي. عينها كانت مرمة لأنه كان في كدمة على عينها، كانت عينها مرمة كتير. وشها كان فيه هون جرح الحمد لله وهون راحوا، يعني الحمد لله يعني وشها هيك بس مرمة كتير كان. بعدين اكتشفنا إصابات، يعني الخردق معبى جسمها و أحشاء أو رجلة مكسورة. أول شيء كانت كتير خايفة، وبعدين الشيء اللي كانت يعني حاسة فيه إنه كان بس بدها توصل لحدا بتعرفه، يعني وقت ضمتني ما بدها شيء. بعد شوي صارت تحس تقلي إنه رفقاتي أو مثلا كانوا ميتين أو هذا طارق أو هذا كذا، يعني بعدين صارت تتذكر. الأربع أيام الأولى بالمشفى كانوا كتير صعبين، كانت تشرد وتسكت وتتذكر شيء ما تحكي، هيك صبورة وما كانت تتألم. يعني كل شيء كان بالمشفى معانا هال 11 يوم حسوا انه مريم ما قالت اخ. انا ورفيقتي طلعنا من المدرسه، لقيت انا ورفيقتي كان معي بس هي رفقاتي اسمه رند وشاهد كانوا معي. كنا عند الحبلات، اجت السياره ضربتنا وقعت وبعد وغميت، وبعد رحت على المشفى فقت لقيت امي هناك، بس صرت اعيط لامي لحتى اجت لعندي على الغرفة. وكان في واحد مستشهد طالب اسمه طارق رجوح. هلا وقت برجع المدرسة لك اختي هلا بتكون بالمدرسة، بتنزل على صف بتاخذ لي الدروس وبتجيب لي اياهم هي وراجع من المدرسة، وبصير انا ادرسهم هون بالبيت. أختها كتير حساسة ويعني عندها كتير هيك حساسية، وتركناها ال 11 يوم يعني أنا مع أختها بالمشفى، فكتير كانت صحية في عناية وفي دلال، بس بتضل إنه إمتى ما بدنا نرجع ناكل سوا، إمتى بدنا نفطر سوا، إمتى بدنا نقعد سوا. اليوم تقول بدي أروح على المدرسة، يعني أختها تعطيها دافع إنه أنا بدي أروح على المدرسة، بدي فوت لعند رفقاتي، رفقاتها كمان استشهدوا لأختها. أول يومين تابع على النت إنه أنا فلان هدول كلياتهم رفقاتي، يوسف هادي هدول كلياتهم رفقاتي بالصف استشهدوا. لحظات الطفل يعني ابنه وعي قبل وقته، شاف شغلات حرام كان يشوفها. هلا اليوم راحت بقول لك كان عم يرجف كلياتها، يعني قلبها من جوا عم يرجف، مسكت إيدي كل الطريق. بس لما شافت رفقاتها وشافت الصف شافت أنستها رجعت شوي ابتسامتها. إن شاء الله بيرجعوا مثل ما كانوا. مريم كثير عندها كوابيس، حتى اختها امبارحه طقت بالون صغيره بالغرفه، ضليت شيء اكثر من ثلث ساعه لهدت، يعني الصوت صار يلعب الطفل، مع انه قال لهم عايشين 4 سنين بالازمه، يعني تعودوا شوي الاطفال انه ماما هيك هذا الصوت. هلا لا عم يرتعبوا. مريم اسا عم تشوف كوابيس عم تشرد وتصفن، وعلى ما يبدو في شيء شايفته ما عم تحكي. Thank you.
لبست بنات التنتين الشهيدتين وراحوا عن مدرسة، وهن لما بيطلعوا بالعادة بنوقف لهم على البرندات بنقول لهم باي، يعني ما بيمشوا إذا ما قلنا لهم باي. وأنا الساعة 9:30 رحت عن المدرسة أسأل عن أنسة بنتي عن صف الثاني حلا، ورحت ودعت بنتي وما عرفت إني عم ودع. الساعة 12:15 سمعنا صوت الانفجار، ركضنا على المدرسة. أنا ضل عندي غير هالصبي، كانوا بنتين صبي الحمد لله. لقيت الشنطة مشقفة ولقيت كتب حلا الله يرحمه. دورت طلعتك حولي ما بتعرفي اشلا. طيب طلعت بنت عمها قالت انه في شاب اخذهم على المشفى اسعفهم. ركضت على المشفى وشلت طفل بايدي يعني كمان، وما لقيت المشفى للساعة 4. الله يرحمه يعني شو بدي احكي لواحد اختي اطفال؟ يعني الهدف اللي جاي انت تعمله مو مع عدو ولا مع مع اطفال طفل. والله ذاك اليوم الوالد بهدلني بهدل اللي اشترك يعني هيك بس بقول له عود بابا. طلع لعنده على السطح قبل ما يروح، قبل ما تروح المدرسة قالت له أنا عندي إملاء إذا أخذت 10 بتجيب لي هدية؟ قال لها إيه بجيب لك هدية. ونزلت ضلت تقول لي باي لحتى قطعت وما عاد شفتها، لوقت اللي سمعت صوت التفجير ونزلت. لما نزلت أنا بعرف وين بتوقف، رحت لمحل ما بتوقف قمت لقيتها بالأرض. جيت بدي أشيلها نفس السيارة رجعت انفجرت، هم بعتوني ما خلوني شيلها. بعد شوي رجعت ما لقيتها، عاد رحت لعندها على المشفى ولقيتها بالمشفى، وفورا بالمشفى قالوا لي انه ماتت. أول شي كنت طبعا أنا وبنت خالي صرنا باخر طابق، عم جيت شفنا السيارة انفجرت وقع الحيطان على الأرض. رحنا من تاني باب شفت زلمة حامل أختي ورايح فيها على المشفى، قام جيت رحت معاها ودقيت عطيته رقمنا يدق لماما وبابا. وقتها ما بعرف إذا زق لهم. أنت خفتي وقت صار التفجير؟ نبشتي عن أختك أنت؟ خافي ترجعي على المدرسة هلا؟ أنا بدي أرجع بس بخاف. المفروض تجمع مدارس على كل زاوية، دوريت أمن ثابتة، دوريت أمن ثابتة على كل زاوية. معلش سيارة جاي تاخد طفلك خليك بعيد في الشارع العريض، لا تقرب على المدرسة. صرنا حاكينا الحكي 57 مرة
بيضبطوا يومين، مدراء المدارس نفسهم بيتقيدوا يومين، يوم الثالث تلاقي الشارع مفتوح. طيب شو اللي فتحوا؟ يعني شو اللي فتحوا؟ السيارات كيف داخلة؟ العالم منين جاء؟ أنا هلا كنت بالمدرسة كمان، كنت عم بتذكر يعني عم بقول له لخالي ليك خالي هون بيوقفوا، هون بتطلع بتوقف هون تحت، بيستنوا بعضهم يعني صف الأول والثاني، بيستنوا رغد ومريم الله يرحمها. يعني أطفال شو ذنبهم؟ رحت على الموقع لما أنا رحت صرت دور قلت لي مثل هالعالم يعني اطلع الاقي هالعالم راكدي وانا ارقد ما اعرف يعني شو بدي اسوي. عم دور على اولادي واولاد اخي واولاد خالي. يوم قيامي شفت شخص قال لي يمكن بنتك بالمشفى. رحت على المشفى لقيت زوجتي وبنتي الصغيره قاعدين يعني على التخت. قالت لي الما جوا، فت على عيناي مشدده لقيتها على التخت ميتي دغري. صعب اللحظة. الله يرحم الشهداء كلهم، شهداءنا وشهداء الوطن. كيف الأولاد تقبلوا يعني كيف عم تعاطوا مع الأولاد بالنهاية؟ كل يوم المساء بيسألني عنه قل له وين راحوا اللي راحوا على الجنة بس بدهم يطولوا. تحت انا وانا نازله لقيت غبره كثير وعتمه، صار المنظر كلياته عاتم. انا وصلت لهون طبعا شفت المنظر وشفت انه كان انفجار قوي جدا وكان رايح الحيط ورايح الباب لهون هيك داخلين. كان في طالب عند الدرج وقع عليه الحجار ما شفت منه غير راسه حرام. كان في حمزه مساوي باجره، واحد من الطلاب عم بيستندوا رفيقه الطالب بنفس الصف عم بيستندوا كأنهم بمعركة حرب، ضابط وعم بيستند الضابط. عن جد كانوا قوايا جدا. أنا وصلت لعنده لهون خدته من هون وجبته معي لهون. الولد كان شوي تقيل اسم الله وطوله حلو، عم جبته معي حطيته هون وندات حدا من الشباب ياخده أخده أسعفه على الزعيم. طلعنا على الباحة لهون، إحنا عم نطلع الطلاب وتجيني بنت صغيرة هالقد ايش ولا بتقول لي يا انسة عم تبكي، وقالت لي البابا ما بيجي ياخذني وانا خايفه وما فيني اطلع لحالي. مسكتها بايدي وقلت لها خليكي معي. انا ماسكتها كانت ايدها عم ترجف كثير، يعني انا هلا متذكر هاي اللحظه ايدها كانت عم ترجف كثير. فجاه لقيتها هديت تماما وايدها توقفت عن الارتجاف، يعني حسيتها قويه لدرجه انه اقوى منا، صرنا نستمد القوه منهم. عن جد ضلت واقفه جنبي بهدوء شديد. احنا طلعنا لبرا وكلنا عم يتدافعوا الاهالي والطلاب، طلعنا من الباب لبرا. احنا وصلنا للباب لبرا صار التفجير الثاني بالحزام الناسف. غيرنا الاتجاه انا والبنوته الصغيره، قاموا لا في حرام جثه على الارض. كمان مرقنا من جنبها يعني لحتى وصلنا لعند الفران مقابل المدرسه، احتمينا بالحاجز هنيك ووقفنا لحتى انه نشوف شو بده يصير.
أنا واقفة هون عم بحكي مع طلاب وإلا حصل الانفجار. حصل انفجار، أنا هون من هون شفت الدخنة والنار. عندي هالطلاب مباشرة فتحت باب الحمام وخدت الطلاب كلها وحطيتهم بالحمام ودخلنا، والتانيين رجعوهن المواجهات بالطابق، نزلوهن بالقبو تحت. أوكي. بس كان كم صف طلع من؟ كان تقريبا الأول والتاني والثالث والروابع. والانفجار يعني هو اللي حصل على المدخل. على المدخل، على المدخل الباب، لكن هون من هون مبين محل بالزفت تحت مدخل الباب. أوكي. إيه؟ طيب نحن بوقت اللي حصل هيدا التفجير نحن عم نحكي عن عدد الشهداء اللي سقط الأكبر هون بهيدي النقطة. أيه. بهيدا التفجير. أيه. اللي صار. فوقت الحدث الانفجار الأول في عندي الكادر الإداري مع التدريسي، حاولنا نضب باقي الطلاب، سحبناهم قسم على الأبو والمدرسة، قسم على دورات المياه، لحين ما أنه هدي الانفجار فتحنا الباب الثاني وطالعنا باقي الطلاب يلي طلع وناطر إخواته برا واستهدفوا الانفجار. صار في جلبة، صار في الناس دخلت عشوائي على المدرسة، صار في يعني ما عاد نعرف يعني، صار في فوضى بالإسعاف. شو بدي أقول لك يعني، هلأ في كتير أطفال من خلال نحن زيارتنا لهم للمصابين بالمشفى وللذوي الشهداء لاحظنا أنه أطفال استشهدت من إهمال بالإسعاف. حجم المأساة كان كبير كتير، كانت الجريمة من أشنع الجرائم اللي ارتكبها الإرهاب يعني منذ بدء الأزمة. الأطفال كان راح نص الأطفال بنزيف داخلي لأنه انفجرت شرايينه أو ردتوا على عزم الانفجار. بالمشفى كانوا يشوفوا الطفل أنه سليم يتركوه يسعفوا اللي فيه إصابة، اللي يطلع اللي سليم طلع فيه نزيف داخلي. يعني راح قسم كبير من استشهد من الأطفال بهالطريقة، نزيف داخلي نتيجة حجم الانفجار الكبير اللي طال الأطفال. الأجهزة الأمنية والجهات المختصة تعاونوا معنا بهالنقطة من بداية الأزمة، عملوا تحسينات للمدارس، حطوا حواجز إسمنتية حول المدارس كلها، في بين حتى الطريق اللي بيودي على طريق الشام هون حطوا حواجز معدنية. في اللي غايب يعني ما بعرف لمين بدنا نعزي السبب أو نقول إنه مين اللي شال أحد الحواجز ليفوت سيارات. طلعتنا أنا شفت مشهد بحياتي ما بنساه، أطفال عم يسعفوا بعض، أطفال من مدرستنا يعني متمالكين حالهم هالأطفال وعم ينزلوا تحت السيارة يسحبوا بعض، هذا عم يسحب رفيقه، هذا عم يسند رفيقه اللي ما عم يحصل عم يعرج والمصاب. يعني أطفال بهالأعمار أجتهم القوة يتكيفوا مع الظرف يكونوا أبطال. والمشهد الله لا جعله يتكرر أبدا أبدا مريح. أشلاء أطفالنا اللي هنن أجسادهم الغضة يعني مو هي مكانها ومو هي منزلتها، وأرواحهم من كثر طهرة شو بدي أحكي الواحد سنتا يومتا كانت السماء هيك صافية، المساء صار انفجار بالسماء من الرعد والأمطار، حسينا حتى السماء بكت على الأجساد الطاهرة اللي راحت. أعطيت الإشارة أنهم يخرجوا ورجعت إلى الباب الثاني. بلحظة رجوعي إلى الباب الثاني دوى انفجار السيارة. بهالحالة هي التفت رجعت على الباب الأول طلبت من إغلاق الأبواب، فدخلت الأهالي وأغلقت باب المدرسة. طبعا سمعت أصوات افتحوا الأبواب افتحوا الأبواب، رفضت افتح أي باب. تأكدت أنه أغلبية الناس صاروا بداخل المدرسة والأطفال بالمدرسة، رفضت أفتح أي باب. مين كان عم ينفجر؟ ما بعرف،
كان عم يطلبوا افتحوا باب المدرسة، بدنا أولادنا، بدنا واحد أو اثنين أو هداك. ما رديت على حدا لأنه خفت هلأ بهاللحظات هاي يدخل أي واحد ممكن يعمل مأساة تاريخية ما بيشهد للتاريخ أبدا مسيء إلها. ما في لحظات 10 دقائق تحمل الوقت بين الانفجار الأول، بين 10 و12 دقيقة دوى الانفجار الثاني، كان مرعب لدرجة لا تصدق. طبعا قسم منهم انزلنا عنا قبوب المدرسه، انزلنا الى الطابق الاول، دخلنا الى الممرات بحيث انه يشعر الطفل بشويه امان. كل معلمه جلست مع طلابها، حمت طلابها، حاولت تخرجهم من الجو اللي هن فيه. ما سمعنا غير صوت قوي كثير، طلعنا سياره ما عرفنا قذيفه صاروخ، ما عرفنا، ما شفنا غير السياره عم تشعل والاطفال كانوا طالعين من المدرسه. منظر مريع جدا، يعني شيء مو طبيعي. شو بدي اقول لك، من الناس لهفتها على اولادها، ناس عم تدور على اولادها، ناس عم تسعف، ناس ما لها علاقه صارت تجي. يعني بعد 10 دقائق كان الانتحاري ماشي، هو عم يحاول، كان بده يفوت على باب المدرسه. سمعنا صوت كتير قوي، خفنا كتير من البلور. نحن قمنا ركضنا على الممرات، مو في كتير البلور يعني بخوف. فشو في عالم المديرة قدرت تحبسهم، بس شو في عالم يعني أهالي برا بدهم ياخذوا اولادهم كثير، ما رضوا بدهم ياخذوا اولادهم. يعني انا كنت كيف عم بيدفشوا الاولاد هيك، فنزلت على الدرج بالغلط، وصلت لحد ما طلعنا من الباب الرئيسي بني اللي كثير عليه زين. يعني طلعنا من الباب الرئيسي، فهنيك فجر حاله هذاك. بس كيف صار، انا كنت من الطالعين، لما طلعت انا طلعت مع رفيقتي اللي بحسها مثل اختها فكره. طلعت مع رفيقتي، هي كانت خايفة على اختها، كانت مفكرة اختها برا، طلعت اختها جوا. انا يعني ما بعرف كيف شفته، كنت عم طلع هدول العالم كانوا عم بيحاولوا يكسروا الباب لانه سكرته المديرة. كنت عم طلع على العالم، شفت واحد رافع ايده هيك، مدري ليش يعني، قلت شو هذا مشتغل، يمكن كبر تكبيرتين انا سمعتهم وضرب على صدره. بعدين يعني يبدو صار شيء التفجير او شيء، هي هو انا شكيت بهالشيء، رفع راسه هيك وكبر تكبيرتين وهي صار الانفجار. بعدين بعد ما صار الانفجار احنا ما سمعنا بوف، سمعنا دين هيك بداننا وطول الصوت كتير. واجوا جماعة الهلال الاحمر سعفونا اخذونا على الزعيم. فهونيك يعني المنظر كان برعب. انا شفت انسي من انساتنا، قلت لها انسي بس بدي احكي مع ماما. اعطيتها الرقم ورحت حكيت معها على الارض. فماما اجت لهوني ونص مطمني، لانه يعني مين عطاهم الرقم هيك فكرت هي، ف يعني مين فاضي يعطيهم الرقم غيري. فقالت معناتها جودي وعياني، واجت يعني على نص مطمني. هاي اللي صار لي انا شفته. طيب بس بلحظه نقلوكم على المشفى، يعني بين التفجير وبين اللي نقلي على المشفى، بس سمعتي هيدي الطنه انت، شو كان عم يصير حواليك؟ عالم عم تدحرج هيك، عالم عم تركض خايفه كثير على اولادها، يبدو ما كانت بالتفجير الثاني، عم تركض خايفه على اولادها وتاخذها. المديره عم تبكي بكي. انفتح الباب، ويعني بهي اللحظات هي كل شيء صار. انت ورفقاتك الباقيين، انت كنت في حدا استشهد من رفقاتك؟ كتار، بنت رفيق، ابن رفيق للماما استشهد، وكتار من رفقاتي اللي كانوا معي بالصف والله يمكن استشهدوا، لانه انا معي صورة عن اسماء الشهداء
وشفته على التلفزيون. نصر فقاتي تقريبا استشهدوا. انت هلا خايفه ترجعي على المدرسه؟ لا ماني خايفه، انا بدي ارجع وكمل تعلمي، وشو ما عملوا يعملوا انا ماني مهتمه، وبدي اتعلم وبقول لهم انه انا ماني خايفه منكم، بدي اتعلم وسلاحي هو القلم وبدي حارب.